إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان في موسم ثاني. أهلا وسهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم داخل وخارج البلاد، وأيضا هي التحية لمستمعينا عبر إذاعة وتردد بلقيس على الفيم 97.7، وأيضا متابعينا والمتفاعلين معنا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة بلقيس على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم إلى حلقة جديدة إذا من حيث الإنسان، هذا البرنامج الإنساني الذي يسلط الضوء على قصص كفاحكم وسط هذه الظروف التي يمر بها اليمن، وأيضا نتشارك تفاصيل هذه القصص عبر الأسئلة التي نتفاعل فيها معكم وتربحون معنا الجوائز النقدية يوميا. أهلا وسهلا بكم. تجتهد النساء اليمنيات في مواجهة ظروف الحرب الممتدة منذ سنوات، في حين فقدت الآلاف وظائفهن وأعمالهن، تركنا في مواجهة التشرد والنزوح وتحملنا مسؤولية إعالة أسرهن، خصوصا من فقدن أزواجهن وأقاربهن. برنامج حيث الإنسان وهو يتجول في مديرية التربة بمحافظة تعز وجد الكثير من قصص النساء المكابدات، واختار لهن مشروعا مشتركا يحقق حلم العشرات منهن، مشروعا يساهم في التخفيف من آلمهن وإنقاذهن من حالة اليأس بعد فقدانهن المعيلة والممتلكات. دعونا نتابع قصة الليلة من التربة في تعز. تنال المدن في الحرب ما يناله البشر، وتنجو بعضها لتحتضن ما تبعثر من أحلام الناس. هنا في التربة، المدينة التي استقبلت آلاف الأسر النازحة وكانت قبلة الفارين من قلق الحصار، إلى الجنوب من مدينة تعز. تربة تعتبر من المناطق الآمنة، التربة أصبحت ملتقى كثير من النازحين الذين تشردوا إليها. كثير من النازحين المتواجدين هنا من محافظة صنعاء ومن عدن ومن تعز، من الحديدة، المخاء، من كثير من كذلك القرى ومن العزل والمديريات في مدينة تعز. لا أحد من المارة متخفف من أعباء الحياة، فهنا يشيب العمر قبل موعده، وهنا يركض التعب. لهذه المرأة قصة حزينة تشبهها، حيث أزهقت سنوات عمرها بحثاً عن ثمن الخبز وما تسد به رمق عائلتها. أبحث عن قماش ما احتاجش لحد، يعني اكون اشتغل لنفسي من نفسي، من قريه الى قريه، من مكان الى مكان، من سوق الى سوق، من دكان الى دكان، بعدين اشتري القماص واروح للبيت وافصله وبكر الصبح ابيعه من قريه لقريه. اشتغل لان زوجي معاق، لانه ما هش معه عمل والناس ما يرضوش يقبلونه بسبب اعاقته، يعني يروح يشتغل، قال له يعني عيش ديك وانت تشتغل على ايد واحدة، يعني كذا اضطر يخرج، يعني يرقد بالبيت وانا يعني اكافح. يعني تسير بنا ماجدة الى منزلها في اطراف المدينة، اذ لا اشق من ان تتحمل امرأة في هذه الظروف مسؤولية اعالة اسرة وزوج معاق. من قرية لقرية لقرية لقرية، حتى ما أبيع روب وحين ما أبيعش وحين أبيع حق مواصلات، لأنني أروح للذكيرة، يعني ما أقصش هنا، هنا ما يشتريش مني، أروح لمكان بعيد أدبر على طرف القماش من الصباح، يعني أطلع للتربة أجيب القماش وأدقي بالليل أخيط، وبعدين أبكر الصباح أجهز الصباح الصبح للجهاء للعيال
بعدين ألقط نفسي من قرية لقرية. مثل كل أم مكافحة وصلبة، تتمسك ماجدة بأمل كبير قد لا يحققه شيء كما تقول سوى ما تصنعه في عيون صغارها. أتمنى يعني إنه حد يساعدني بالقماش، لأن القماش عليهم مرة غالي مرتفع والزينة أزياد كذا يعني. للأحلام الكبيرة بدايات صغيرة كما يقولون، إذ لا تأتي أحياناً على هذا النحو. كثيرة هي القصص المماثلة في هذه الأحياء، وقليلة هي الفرص التي تمكن من الوصول إليها. هنا في الجوار يقف مبنى واسع وقد تحول إلى مدرسة بعد أن كان معهداً للتدريب والتأهيل على نفقة جمعية كويتية. تغيرت فكرة المبنى وبقيت ذكرياته ماثلة لدى الأهالي ومن حالفهم الحظ بالتأهيل والعمل فيه. كان هذا المكان مؤسسة يقيم دورات تدريبية لأبناء القرية ككوافير وخياطة وناقش وإسعافات أولية، ومن ثم توقف عن الدعم وتوقف عن العمل. وضحت الصورة إذن، وقرر حيث الإنسان تلمس احتياجات هذا المبنى والبحث في إمكاناته وجدواه. وحدها سارية العلم الوطني تقف بذهول في هذه الساحة وبعض ذكريات قديمة. لعل هذا المبنى الواسع أن يتحول إلى مركز لحلم العشرات من الأسر التي فقدت حقها في الحياة الكريمة وأتعبتها الظروف. يمكن لهذه المساحة أيضاً أن تتسع لمن ضاقت بهم وبأحلامهم أرصفة البؤس وفقدوا الأمل في خلاصهم الفردي. يغادر الفريق ويبقى ظله على أمل العودة إلى هنا، ولكن بشكل آخر. الطريق إلى تحقيق حلم البسطاء ليس صعباً، ولكنه يتطلب قدراً عالياً من الإحساس بالمسؤولية. يسابقون الزمن لتأثيث حلم مشترك للباحثين عن فرص جديدة للعيش وحياة كريمة. الآن وقد تحول المبنى إلى معمل يتيح لنساء المنطقة خلق حياة جديدة لهن ولعائلاتهن، صار بوسعهن تعلم بعض المهارات لمساعدتهن على مواجهة الظروف الصعبة. بدأت الفكرة تخرج إلى النور، وامتلأت الجدران وواجهة المحلات بالإعلانات.
رافقنا الوجوه المتحفزة والراكضة إلى باب المركز أملاً في رؤية الوعد الذي تركناه. ارتفعت الراية الآن وصار مبنى الحلم المشترك جاهزاً لاستقبال الباحثين عن التأهيل والتدريب. هنا يمكن لماجدة وقريناتها تعلم حياكة واقع جديد لهن ولعائلاتهن. لكل من هؤلاء قصة وتجربة مريرة، لكنهن لم يسلمن بواقعهن، فحضورهن على هذا النحو يحيي لديهن بعض الأمل في تخطي العديد من الصعاب. شعور جميل، يعني كإنسان كان عاطل عن العمل والآن أصبح يعني عنده مشروع لحاله مختص به، والآن أصبحت يعني أنتج عملي بيدي ولا أحتاج لحد يعني، وإن شاء الله أكون مشروعي لحالي. أتوقع أن يكون هذا المعمل فرصة، يعني بداية فرصة لي، فهذه فرصة لا تعوض إني أقعد مثل هذا المكان لكي أدرب نفسي وأؤهل نفسي وحتى أطور من ذاتي وأفتح يعني في المستقبل مشروع خاص في أنا يعني. أما القائمون على المركز فيطمحون إلى ما هو أكثر، فحاجة الناس لمثل هذه المشاريع غنية عن السؤال. مركز الخياطة إدارته ستكون غالباً بجانب نسوي، وسنستهدف المراحل التي يكون فيها مواسم، فمثلاً موسم رمضان الآن يكون فيه موسم خياطة أثواب الصلوات، الأشياء الدينية هذه لها قبول في الميدان، سيكون لنا إنتاج قوي في هذا الموسم، سيمكن السوق من الاستيعاب ويكون هناك رافد لهذا الجانب. مدى الإقبال؟ إقبال سيكون شديد كون المركز أتى بأشياء جديدة. أقول لكم من فترة التدشين وهناك من يقول أنا أسجل وأنا سأسجل، وكثير من أيضا من الشباب والشابات يريدون الالتحاق وخاصة بقسم الخياطة. هذه أول دفعة لمنتجات معمل الخياطة التابع للمركز. كمامات حاكتها ماجدة وزميلاتها في ظل تصاعد مخاطر تفشي فيروس كورونا. بحسب القائمين على المركز فإن هذا المشروع لا يرتكز فقط على تمكين المستفيدات من التدريب والتأهيل، بل يشجعهن أيضاً على فتح مشاريع خاصة. نحن في طريق الإنجاز، في طريق العمل، نتحدى كل الصعوبات، نتحدى كل العوائق حتى نصل إلى النجاح في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل الحصار. الآن كثير من الأسر، كثير من النساء الحاضرات سعدنا بإقامة هذه المشاريع التي دعمت من قبل أيادي كريمة. الآن نحن في انطلاقتنا لكي نصنع بصمة، مركزنا بيدي أصنع مستقبلي افتتح لأجل هذا، وإن شاء الله نصنع بصمتنا، وتسمعون أن هذا المركز فعلا حقق إنجاز وحقق ما يبغى وما يريد. ليس هذا فقط ما يحتاجه المركز يقول الفريق، فثمة حاجة أيضاً لبناء معامل أخرى وأحلام كثيرة أيضاً. في هذه المنطقة المزدحمة بالنازحين والمتعبين، ما يدفع حيث الإنسان للمساهمة في التخفيف من معاناتهم ولو بالحد الأدنى. الآن وقبل أن تغرب الشمس سنغادر هذا المبنى قبل أن نعود إليه بأحلام جديدة وقصة أخرى.
إذن بالإرادة والعزيمة تتحقق كل الأحلام والأمنيات. نشكر ماجدة هذه المرأة الحديدية التي صنعت فرصتها بكفاحها ونضالها من أجل أسرتها التي اضطرت لإعالتها. تحية لماجدة ولقاريناتها التي يكسبن حرفة بأيديهن في مدينة التربة بتعز لمواجهة ما قد تجلبه الأيام والظروف. إذن قصة اليوم كما تابعنا كانت من التربة في محافظة تعز، والمسابقة المباشرة معكم والتي بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا مباشرة والفوز بجوائزها ستكون عن هذه القصة. لكن أود التنبيه إلى أن هناك إشكالية فنية في الرقم الخاص بالمسابقة، رقم 70 والذي كان معنا يوميا، وتم استبداله برقم آخر هو ظاهر معكم الآن على الشاشة. كان الرقم السابق موجود معنا في بداية شهر رمضان وهو ظاهر معكم على الشاشة. إذن بإمكانكم المشاركة معنا اليوم على الرقمين الظاهرين على الشاشة 02-368-583 وأيضا على الرقم الآخر 739-033-033. إذن بإمكانكم المشاركة معنا على الرقمين والتواصل والفوز بجوائزنا المالية. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك مبارك عبد الله صلاح سراج من محافظة عمران. مبارك من محافظة عمران، حياك يا مبارك وشهر مبارك عليك. عزم إن شاء الله. حياك يا أستاذ ثاني، والله بنشارك من أول رمضان واليوم الحمد لله مساك الخير. الحمد لله. كم حاولت اليوم؟ كم اتصلت مرات؟ حوالي 5 اتصالات. 5 اتصالات ومسك معك الخط. مبروك لك يا مبارك انك وصلت الينا ونحن سعيدين بتواصلك معنا. مبارك، تابعت القصة؟ اي نعم. طيب سؤالي لك، ما اسم بطلة قصة اليوم؟ البطلة حياة سبحاني. اسمها حياة سبحاني. لا لا، هي ماجد. من؟ ماجد. ماجد. ماجدة، إجابتك صحيحة، مبروك عليك 50,000 ريال يا مبارك. الله يبارك فيك. مبروك لك ماجد مبارك من عمران 50,000 ريال. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، خواتم مباركة. على علي علينا جميعا، من معنا؟ حنان حمود. حنان حمود، من أي محافظة يا حنان؟ عدن. من عدن. حنان، تابعت القصة؟ تابعتها إن شاء الله. طيب ممكن أنك توطي صوت التلفزيون لو تكرمتي؟ أوكي حاضر. طيب يا حنان، حنان سؤالك، في أي حرفة كانت تعمل ماجدة؟ إيش المهنة اللي كانت تشتغل فيها؟ كانت تعمل في الخياطة. في الخياطة، إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. يلا شكرا. عفوا. اتصال آخر، وأذكر أنه اليوم لدينا رقم جديد غير الرقم السابق لسبب فني وتقني، الرقم لا يعمل معنا فتم استبداله برقم آخر وهو موجود معكم على الشاشة الآن. لدينا اتصال أو سنذهب إلى القرعة مباشرة ومن ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا مشاهدينا. وتتابعون معنا على الشاشة الآن عدد الإجابات التي وصلت إلى البرنامج 58,544 رسالة وصلت عن سؤال أمس، وكان السؤال كم عدد أطفال أو بنات العم السعيد القادري؟ وكانت الاختيارات هي الاختيار الأول 3 بنات، الاختيار الثاني 4 بنات، الاختيار الثالث 5 بنات. الإجابة الصحيحة الاختيار الثاني. كل من اختار رقم 2 وأرسل رقم 2 على الرقم الواتساب الخاص في البرنامج دخل معنا في السحب ولديه فرصة الآن للفوز ب 50,000 ريال. سنختار القرعة بشكل عشوائي وسنختار أول فائزين معنا، وقيمة جائزته 50,000 ريال من عدد إجمالي 40,560 رسالة صحيحة وصلت إلى البرنامج. وبسم الله نختار الفائز الأول. مبروك إذن لصاحب الرقم 7775201119. مبروك إذن لصاحب الرقم 775 أو 7775201119. مبروك إذن لصاحب الرقم 50,000 وهو أول فائزين معنا عن سؤال حلقة أمس، ولاحقا سنختار أيضا فائزين 2 وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام. من معنا؟ معك فاطمة صالح من اليمن، من صنعاء. من صنعاء. من صنعاء، فاطمة من صنعاء، أهلا وسهلا بك يا فاطمة.
أهلا وسهلا بك فاطمة. تابعت القصة؟ أيوة تابعتها. على أي رقم اتصلت يا فاطمة؟ على الرقم 73. 73، لأنه الآن البعض يسأل يقول كم الرقم، أذكر فقط بالرقم 7390 33 03 3. طيب فاطمة، سؤالي لك، التربة هي موجودة في مدينة تعز، أين تقع؟ في أي طرف في المدينة؟ في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب؟ أنا والله ما كتبت إلا أنها في تعز، يعني التربة في تعز، ما كتبت في أي جهة هي. طيب أنا ساعدك، ألغي لك اثنين من الاختيارات، هل تقع شمال تعز أم جنوب تعز؟ شمالها شمال تعز؟ لا، هي بتقع ألو الجنوب. في الجنوب؟ الجنوب. أثبت؟ أيوة. طيب أيوة. نثبت نعتبرك الإجابة صحيحة، جنوب المدينة، وإجابة صحيحة، ومبروك لك 50,000 ريال. شكرا. عفوا. شكرا لسنة سلام وياسر قدس، يجاوبوا صح وعلا. طيب اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ صلاح سالم. صلاح سالم، من فين يا صلاح؟ من عدن. خواتم مباركة علينا وعليك جميعا إن شاء الله يا صلاح. أيوة صلاح، تابعت فيلم اليوم؟ أيوة. طيب سؤالي لك، مدينة التربة، قبل السؤال، أيوة، مدينة التربة ليش أصبحت هذه المنطقة ملاذ للنازحين الهاربين من الحرب؟ ليش؟ لأنها آمنة من الحروب. يا سلام عليك، هكذا جاء في الفيلم، صحيح. مبروك لك 50,000 ريال، وإجابتك صحيحة. أنا أشكرك. وأنا أشكرك لمشاركتك معنا اليوم، شكرا لك. مبروك لصلاح. معنا اتصال. ألو، ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟ أيوة يعقوب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ يعقوب محمد سيد. يعقوب محمد سيد، من فين يا يعقوب؟ من تعز. ايوه. طيب ما انك من تعز ساسالك سؤال، عدد لي اربع مديريات من مديريات محافظه تعز، يلا وتفوز ب 50,000. مديريه الصلو. انت من الصلو، تمام. مديريه الشمايتين. الشمايتين. التربة. أصل التربة الشمايتين. أيوة. النشمة. النشمة مديرية، متأكد أنت؟ لا. صبر. فين؟ صبر. صبر. أيوة. طيب نحذف الصالو لأنك أنت من الصالو، زيد لنا واحدة. أقول لك الصالو نحذفها لأنك أنت من الصالو، نشي مديرية غير الصالو. مديرية غير الصالو. سامع البلاد، تمام. مبروك لك 50,000. يلا مبروك لك يا يعقوب من تعز، مبروك لك 50,000 ريال. الآن نجري القرعة واختار الفائز الثاني معنا عن سؤال حلقة أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار الثاني. كل من أرسل رقم 2 لديه فرصة ضمن 40,560 رقم، لا 59 رقم، أن يفوز معنا بال 50,000 الثانية عن سؤال أمس. والفائز بسم الله، مبروك لصاحب الرقم 7725041 00. إذن مبروك لصاحب الرقم 7725041 00. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال،
ولديكم فرصة أيضا للفوز بثلاث جوائز أيضا عن سؤال حلقة اليوم، وسيكون من قصة اليوم. ألو؟ أيوة. أيوة، من معنا؟ نور سواد. من؟ نور سواد. نون واو رأس نورس فؤاد. نورس فؤاد. نورس فؤاد. أيوة. يا نورس من فين؟ أنا من عدن. من عدن، حياك وحيا أهل عدن. الله يحييك أستاذ. طيب يا نورس، ينفع تسمعني من التليفون؟ أوكي تمام. وطي لي صوت التلفزيون عشان الصدى بس. حاضر. طيب نورس، تابعت القصة اليوم؟ أيوة تابعتها. تمام، بتتابع البرنامج أنت والأهل صح؟ أيوة. طيب كم عدد أطفال ماجدة اللي ظهرت معنا في القصة؟ كم عدد أطفالها؟ ثلاثة أطفال. ثلاثة أطفال، ومبروك لك 50,000 ريال. شكرا لك أستاذ. عفوا، مبروك لك 50,000 ريال. طيب اتصال آخر. طبعا ألو، معنا اتصال؟ طيب، لأنه في البعض يوضح لنا، يقول لك التربة ليست مديرية وإنما مديرية تتبع الشمايتين. وأنا يعجبني متابعة المشاهدين، وصحيح أكثر من يؤكد للمعلومة. شكرا جزيلا لكم. وغالطنا صاحبنا اسمه، بس عادي، نحن بنحاول نساعد الناس أكثر. اتصال ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ شعيب صادق. سعيد. شعيب صادق. شعيب. شعيب. أيوة شعيب. شعيب من؟ شعيب صادق. شعيب صادق. شعيب صادق من الجود. وأنا فهمت الأول والثاني. أيوة. عشان أفهم الثالث. شعيب صادق. تمام، شعيب صادق. أيوة شعيب صادق. تمام، من فين؟ أيوة. من تعز. من تعز. طيب سؤالي لك، ايش عنوان الحلقه؟ حياتك المستقبل بايادي امنه. متاكد انه بايادي امنه؟ بايادي ناعمه. متاكد حياتك المستقبل؟ ايوه. بايادي ناعمه. لا مش ايادي، مرادف أيادي. أيش؟ بأنامل ناعمة. أنامل ناعمة، إجابة صحيحة. مبروك لك 50,000 ريال. مبروك لك يا شعيب من تعز 50,000. مبروك لك. أذكر أنه بإمكانكم المشاركة على رقم جديد يظهر معكم على الشاشة، نظراً لأنه في عطل، في خلل فني في الرقم السابق. سنحاول أن يكون معنا غداً إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ عبد الرحمن علي محمد ثابت. من؟ عبد الرحمن علي محمد ثابت. عبد الرحمن علي محمد ثابت، من فين عبد الرحمن؟ من الشعب. من الشعب. أيوة. فين؟ من الشعب. أيوة، من أي محافظة؟ من عدن. من عدن، تمام. عبد الرحمن، سؤالي لك، ما اسم المركز الذي قدمه برنامج حيث الإنسان اليوم في القصة؟ ايش اسم المركز؟ مركز بيدي أصنع مستقبلي. بيدي أصنع مستقبلي. يا سلام عليك. بس يا عبد الرحمن، انت عرفت الإجابة من نفسك؟ ايوه. ما حد ساعدك؟ ما حد ساعدني. والله ما حد ساعدك؟ كيف؟ فحد ساعدك ولا لا؟ لا، ما حد ساعدني. مصمم من حد ساعدك؟ تمام، تحياتي لك. مبروك لك 50,000 ريال. مبروك لك يا عبد الرحمن وللأسرة 50,000 ريال. شكرا لمشاركتكم ومتابعتنا في بلقيس، شكرا لك. طيب نذهب نختار القرعة، نختار الفائز الثالث عن سؤال حلقة أمس، وقيمة جائزته 50,000 ريال. ومبروك لصاحب الرقم. بسم الله، مبروك لصاحب الرقم.
مبروك لصاحب الرقم 773-985-382. إذا مبروك لصاحب الرقم 739-853-382. مبروك للفائز معنا ب 50,000 ريال. والآن معنا ثلاثة فائزين عن سؤال حلقة أمس. طيب الأخ توفيق يقول: يا سامي الدعمة ما مش سابر، ضروري تردوا تبرروا أقل شيء، ليش ما تفعلوا ثلاثة خطوط سير؟ طيب أنا بحاول أوضح لك بحسب المعلومات المتوفرة عندي. ليش نحن ما بنعملش ثلاثة أرقام سيار، مثلا رقم سبافون ورقم MTN ورقم يمن موبايل؟ يا صديقي استديوهات قناة بلقيس نحن موجودين خارج اليمن الآن، يعني الآن نحن بنعمل في آلية معينة أنه بيتم تحويل المكالمات عبر أجهزة معينة من داخل اليمن إلينا خارج اليمن، حتى لا تكون التكلفة عليكم، حتى لا يكون اتصال دولي، حتى تكون المشاركة بأرقام محلية وبالتكلفة العادية، تكلفة الاتصال العادي. عشان نعمل ثلاثة أرقام لشركة جوال إلى جانب الأرقام الأرضية لابد من توفر لكل رقم جهاز خاص، وبسبب الأوضاع الحاصلة الآن وكورونا وإقفال الموانئ والمطارات هناك صعوبة بتوفير هذه الأجهزة، وأيضا بتحرك من يستطيع أن يعمل ويقدم هذه الخدمة من داخل اليمن. أيضا البعض يسأل ويقول لماذا لا تكون هناك أرقام أرضية من كل المحافظات؟ لأنه سيكون مطلوب منا أن نعمل جهاز وتقنية معينة في كل محافظة من المحافظات. نحن نتواجد خارج اليمن وهناك صعوبة في عمل كل هذه الأشياء، فقط نحن نضغط والزملاء تحديدا في القسم التقني لأجل توفير هذه العملية حتى لا نكلف عليكم، وحتى تكون كلفة المشاركة في البرنامج مجانية، لا نكسب منها ولا نستفيد غير أننا نسمع أصواتكم ومشاركاتكم معنا في برنامج حيث الإنسان يوميا على شاشات بلقيس. أتمنى أن يكون وصل التوضيح، ونحن نعمل على حل هذه الإشكالية وأن تكون لدينا أرقام أكثر من رقم للمشاركة في البرنامج حتى نتجاوز هذه الإشكاليات والملاحظات اليومية التي تصلنا. أتمنى أن تكون الرسالة وصلت. طيب الآن نذكر بالثلاثة الأرقام الفائزة عيسى، والثلاثة الأرقام معكم على الشاشة للفائزين معنا عن سؤال حلقة أمس. ثلاثة الأرقام على الشاشة وهي 777-520-119-772-504-100، والرقم الثالث 773-985-382. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. طيب الآن وضحنا ليش أنه آلية المشاركة والمسابقة هكذا، ويوم يتوقف الرقم الأرضي ويوم الرقم السيار، لدينا إشكالية ونحن هدفنا أننا نوفر كل الطرق والوسائل حتى تكونوا معنا. أخ أحد الإخوة يقول: طيب خلاص يلغوا الأرقام الأرضية وخلوا الرقم السيار. فرضا لو خلينا رقم واحد، سيكون الرقم واحد عليه ضغط كبير، أولا سيكون هذا الرقم يشارك معي على الهواء، بعدين لازم نقفل من الأخ ونجلس ننتظر ونأخذ رقم ثاني، فالحل انه يكون في اكثر من رقم للمشاركه معنا واكثر من طريقه. طيب لدينا اتصال ولن اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ انس الشرقبي يقول: امس امه دعت علي، ان شاء الله دعت لي بالخير ان شاء الله. الو من معي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ معك تهاني حسن من تعز. تهاني حسن من تعز. تهاني تابعت القصة هي. اليوم؟ هي تابعت. طيب المركز اللي تم عمله للبنات ايش الاقسام اللي فيه؟ قسم خياطة. ايوه قسم الخياطة انتم عملتم. تمام اجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيك. شكرا لك تهاني. طيب الآن سؤال اليوم، ونطرح السؤال مشاهدينا ولديكم الفرصة بالإجابة على هذا السؤال الفوز بثلاث جوائز مالية وقيمة كل جائزة 50,000 ريال، والسؤال معكم مشاهدينا على الشاشة. السؤال: ما هو أول منتج نفذه معمل الخياطة بعد تنفيذ المشروع؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول
كمامات أو الكمامات، الاختيار الثاني ملابس، الاختيار الثالث قبعات. وكانت الإجابة واضحة في الفيلم وتابعناها، تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير، والسبب أنتم تعرفون. ما هو المنتج الذي نفذه معمل خياطة بعد تنفيذ المشروع؟ هل الكمامات أم الملابس أم القبعات؟ فقط أرسلوا رقم الإجابة الذي تعتقدون أنها صحيحة على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، فقط أرسل الرقم. إذا كنت تعتقد وتحلل أن الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول كمامات، لأنه الآن في مخاوف من كورونا، فأرسل رقم واحد فقط، لا ترسل كلمة كمامات، أرسل رقم واحد على رقم الواتساب الخاص في البرنامج. طيب بشكل استثنائي لانه في معنا اتصال كان ماسك على الخط، فحتى ما نعتذرش منه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخوي بس اصحح، انا من عدن مش من تعز. انت من فين؟ من عدن. من عدن، من معي طيب؟ معك تهاني. تهاني من؟ تهاني حسان، الان سابق. اللي سابقتك قبل قليل. ايوه انا من عدن مش من تعز. طيب تمام، من عدن، شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. وإذا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج حيث الإنسان، نلقاكم غدا وحلقة جديدة في برنامج حيث الإنسان. في أمان الله. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.